فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يرى كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل
يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أفواههم
عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عن دون الله الصمد لم يدل من لم يكن له من عد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عن دون الله الصمد لم يدل من لم يكن له من عد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عن دون الله الصمد لم يدل من لم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
كرسي السماوات والأرض لا يضرهما هو العلي العظيم لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ونبيه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الله يا مجلس اللهم صل وسلم على محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم الله تبارك وتعالى سيدنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين أمين أمين يا رب العالمين أمين يا الله يا الله يا مجيب يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا جبار يا قهار استجب دعانا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمكما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الاحياء منهم والاموات خصوص الى ارواح اصحاب الحاجه في هذا المسجد الخيف اللهم اوصل ثواب ما قرانا من القران وما حللنا من كلمات لا اله الا الله وما كبرنا كلمات الله اكبر وما سبحنا من كلمات سبحان الله هدية واصلة لأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الاحياء منهم والاموات خصوص الى ارواح اصحاب الحاجه بركة قراءة سورة ياسين وغيرها بركة كلمة طيبة استجب دعانا يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم ونبر قبرهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار الى يوم القيامة اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم احق أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد ألا تعذبهم يا الله من يوم هذا الى يوم القيامة ببركة قراءة سورة ياسين وغيرها اللهم لقهم برحمتك رضاك اللهم لقهم برحمتك الأمن حتى تبعثهم آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنزل الرحمة علينا يا الله اللهم أنزل الرحمة علينا ورحمة على أهل القبور إن شاء
شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجب دعاءنا يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا الله نسألك السلامة نسألك الرحمة نسألك المغفرة نسألك الجنة نسألك البركة نسألك العافية خصوص إلى المسلم في فلسطين يا الله استجب دعاءنا جميعا الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.